أهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا المباشر برفقتكم. نسلط الآن الضوء على قضية مهمة لفترة أخيرة. بقينا نشهد نسب مرتفعة في التعاطي ونسب مرتفعة في الجريمة. آفة العصر نخرت عميقا في عظم الشباب قبل جسدهم. الترويج وتعاطي المخدرات في المجتمع انتشر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة حنتعرف عليها إن شاء الله في هذه المساحة، ولكن هو دور كبير مفروض تتضافر فيه كل الجهود المجتمعية وأيضا الحكومية للحد من الانتشار اللي بقينا نشوف الفترة الأخيرة. كمان دور مجتمعي من قبل الأسر في عملية المراقبة المستمرة لأبنائها. أنا أسعد جدا في هذه المساحة أن ألتقي بأمين عام الشباب باللجنة القومية لمكافحة المخدرات الأستاذ عبد العزيز عبد الرحمن حمد. أهلا وسهلا بك في صباح الشروق. مرحب بك ومرحب بصباح الشروق ومرحب بالسادة المشاهدين. إن شاء الله ربنا يوفقنا، نحاول نقدم بما يفيد إن شاء الله. قضية مهمة وأنا بفتكرها هي قضية ساعة، لأنه النسب بقت مرتفعة والمهددات بالنسبة على المجتمع سواء كان في الجريمة أو الجوانب النفسية للأسر بقت كبيرة جدا. برأيك ونحن بتابعنا أسر على مدى الشروق، يعني شنو أبرز الأسباب اللي خلت تعاطي المخدرات بالصورة الكبيرة دي في الفترة الأخيرة برأيك؟ ارتفاع تعاطي المخدرات، يمكن ظاهرة المخدرات هي يعني عالمية، مشكلة المخدرات هي مشكلة عالمية، ولكن عندنا في السودان بصفة خاصة ارتفاع تعاطي المخدرات مثلا وسط الشباب ووسط المجتمع يمكن عنده عوامل من ضمنها كما أسلفت، من ضمنها أنه عدم الرقابة الأسرية، الفراق، البطال، العطال، كذلك الـ 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 يعني الحاجات اللي بتقول مثلا السيولة الأمنية في بعض الأحيان، الحروب الأهلية، ففي حاجات كثيرة جدا عوامل بتخلي أنه في ارتفاع يعني للمخدرات، وكذلك بتؤدي لتعاطي المخدرات اللي هي عند الشباب كما أسلفنا في البطال والعطال والأصدقاء السوء، هم الآن بيشكلوا خطر كبير جدا على 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 هؤلاء الشباب. والتقليد الأعمى في بعض الأحيان عند المراهقين، الزول هو عايز يجرب الحاجة فبيستحلوها لأنه يتجرب عشان تشوف هل هي بتنفع معاك وكذا، ففي عوامل كثيرة جدا هي سبب في تعاطي المخدرات. أستاذ عبد العزيز، كنا بنعرف من زمان إنه التعاطي ده كان محدود بنجو وحشيش والجوانب الثانية دي، إنه تتطور أساليب تجارة وترويج المخدرات بأساليب حديثة وغير ظاهرة بالنسبة للناس، يعني فيها نوع من الخدعة كذا، فإدخال الآيس الفترة الأخيرة من قبل المرويين نفسهم. خلينا في الجزئية الأولى نتكلم عن المروجين. المروجين مشوا بعيد كده من ناحية المخدرات المعروفة عند الناس وبدوا في صنع مواد كيماوية ثانية، فكيف نقدر نحد عن طريق الجهات الرسمية في معرفة أوكار المجرمين نفسهم اللي بروجوا المخدرات قبل التعاطي؟ نعم، أولا يعني في الحتة دي هي بندخل طوالي في الجانب الوقائي اللي هو الوقاية خير من العلاج. نحن الآن كل ما ارتفع الجريمة طبيعي جدا أنه أنت عشان تروج لبضاعتك فبالتالي لازم بتجيب يعني حاجات جديدة، فكل ما ارتفعت الجريمة ترتفع وسائلنا، تحديث وسائل الوقاية، تحديث وسائل المكافحة، الجهات الرسمية عن طريق الضبطيات والقبض على المجرمين، تحديث وسائل التوعية اللي هي الوقاية اللي هو عن طريق تكثيف الجانب التوعوي في الجوانب المختلفة. فعشان نحن نحد من الخطورة دي لابد من نشتغل على محور اللي هو محور التوعية، محور التوعية، لأنه التوعية هي سلاح فتاك، ولكن التوعية ما أي توعية، توعية تكون تقليدية، لا، توعية تكون برؤية جديدة تواكب لغة هؤلاء الشباب، تقدر تخاطب عقولهم في المقام الأول، لأنه الشاب هو الآن مع يعني في مع تطور
يعني التكنولوجيا الموجوده في 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 في, في الان في, في في العالم ككل، وسهوله التواصل، أن وجوده في جانب يعني وسائل التواصل الاجتماعي يمكن يكون أكثر من وجوده في أي يعني حتة أخرى. ممكن ما 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 هو ما ما يقرأ جريدة، ما يشاهد تلفاز أو غيره، ولكن وجوده في وسائل التواصل الاجتماعي، كل ما حدثت وسائل التوعية كل ما كنت قريب للشاب تقدر تخاطبه وتقدر تحاوره، لأنه الآن نحن الشباب في خطورة المخدرات الآن والتعاطي الموجود وسط الشباب، الشباب الآن محتاجين لحوار مفتوح، حوار كبير جدا، وده الشغل اللي نحن الآن في اللجنة القومية لمكافحة المخدرات الآن يعني الحملة اللي هي أطلقت اللي هو من السيد البرهان الآن يعني التحية له، لأنه اهتمام الدولة الآن أصبح اهتمام متعاظم، أنه جعلوا أولوية المخدرات هي رئيسية، فلذلك وجب علينا كلنا نحن ننفذ هذه التوجيهات، لأنه يمكن الاجتماع الأخير اللي هو امبارح اللي هو كان مع السيد البرهان في القيادة العامة اللي هو كل الجهات المختصة في جانب مكافحة المخدرات اللي هو نزل كل التوجيهات، لأنه كل الناس تشتغل شغل بكثافة، أي زول يشتغل في تخصصه، فلو أي زول يشتغل في تخصصه نحن بنكون يعني عملنا حصار علي أول في المقام الأول علي هؤلاء المروجين الذين يريدون بشبابنا الدمار الشامل. طيب أستاذ عبد العزيز، الترويج ما اختصر فقط عند المروجين، يعني بالصورة التقليدية زمان بيكون في مروجين بيتم القبض عليهم وبينتهي الأمر، الموضوع انتقل بالنسبة للشباب المتعاطي نفسه، وإذا كان التعاطي لأول مرة بالنسبة للمخدرات بقت تنتشر في الفترة الأخيرة الكيماوية، فجرعة واحدة بتخلي الشخص مدمن، فعشان تحصل على الجرعة الثانية بيكون في مساومة إنك تنتشر معنا في عملية الترويج دي عند الشباب في الفترة الأخيرة بقت بصورة كبيرة، فالترويج بقى بشقين، شق مجتمعي وشق عند التجار الكبار. نعم، التجار يمكن التاجر هو دي بضاعته، يعني هو بيوزع في الشباب في المتعاطي منهم. نعم، ولكن ليه الشباب هم وصلوا مرحلة يعني بتاع التعاطي؟ في حاجة كتير كبيرة، يمكن أسلفنا بالحديث أنه قلنا صديق السوء هو أصبح مؤثر أكثر من أي حاجة مضت، فالأسرة هنا في لحظة في حتة زي دي أنه الأسرة تكون لابد من يكون عندها فيها يعني دور، لأنه الآيس هو أخطر الآن أنواع المخدرات الموجودة في الساحة، لأنه يعني فيه يعني من 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 كم جرعة أنت ممكن تدمن على يعني هذا المخدر الخطير. يمكن في ناس كثيرة جدا يعني ما 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 بياخذوا الموضوع بموضوع جدية، ولكن لو نظرت الناس للشباب الحواليه الشخص الذي يتعاطى الآيس بيحصل شنو، الناس كانت يمكن عشان كده لابد من الأسر تستشعر الخطر اللي هو موجود في المجتمع، حتى لو ما وصلك يعني ما تقول ما وصلني، لانه مع الـ يعني الـ الانتشار ومع وجود الشباب، طالما في شباب موجودين في كل مكان لابد من يكون في تاثير لاصدقاء سوء، ما لم الاسره هي تقوم بدور التربيه والدور الرغابي اللصيق لهؤلاء الشباب. طيب في جانب اخير وسريع عشان نقدر نلخص وكل الساده المشاهدين والاسر تكون متابعه معنا، بالنسبه للاشخاص اللي اصلا تعاطوا وصلوا لمرحله الادمان، هل انتم بتقدموا مراكز بتاعتي وحاضنه بالنسبه لهم سريه حتى انه يدعافوا؟ او كيف ممكن برضه نشجع المؤسسات ونشجع الجهات تضافر المجتمع انه تتوفر الحياه دي؟ نحن في الان كما اسلفت عنه في اللجنه القوميه لمكافحه المخدرات، اللجنه اللي هي بتقوم بدور كبير، اللجنه مكونه بقرار جمهوري هي برؤساء البروف جزول ضفع الله العاقل، الان يعني بصدد اطلاق حمله لمكافحه المخدرات، واللجنه لانه اولت القضيه اهتمام اللي هو قضيه المخدرات، فاطلقت حمله ان شاء الله في الايام المقبله حتكون الحمله الشبابيه لمكافحه المخدرات، حتكون حمله مكثفه في كل ولايات السودان
عن طريق الجوانب التوعوية بأنواع المختلفة كلها، بناخذ الجوانب التوعوية كلها، بناخذها من أي كان من محاضرات ورش عمل ثقافي درامي، يعني حاجة تلتمس دورات رياضية تلتمس حاجة الشباب وتحاول تطلعهم من الفراغ الموجود. صحيح. وفي حوارات تدار عبر الأندية وكده، وكل الحاجات اللي هي يعني بتكون قريبة للشباب بلغتهم. فنحن إن شاء الله في الأيام المقبلة حتى جانب العلاج اللي هو جانب العلاج ده جانب محور قائم بذاته وكبير جدا، لكن أهم اللي هو جانب الوقاية، لو أنا ركزت في جانب الوقاية تكثيف التوعية، بالتالي بقلل من مخاطر الإدمان أو التعاطي اللي بيوديك لمرحلة الإدمان، تعاطي ثم الإدمان، فلأنه الشاب من التعاطي طوالي بينتقل لجانب الوقاية. صحيح، والله حديثك طيب وفي جوانب متعدد وفضفاض، محتاج برضو أي كلمة ذكرتها إنه نجيب عندنا. إن شاء الله حنواصل معاكم في عملية المد وعملية التثقيف من خلال صباح الشروق. أنا مقدر جدا أستاذ عبد العزيز عبد الرحمن حمد أمين عام الشباب بلجنة القومية لمكافحة المخدرات، شكرا لحضورك، صباحا كتر خيرك. شكرا لكم أنتم، إن شاء الله يعني ربنا يقدرنا كلنا. كرسالة أخيرة أنه نوجهها لكل الجهات المختصة، يا ريت يكون في تنسيق، نحن أبوابنا مفتوحة لأي جهة، منظمات مبادرات شباب كل الجهات إن شاء الله. جميل. نحن أبوابنا مفتوحة للتنسيق، لأنه الهم هم واحد. مشترك كتر خيرك.